دي رسالة أعتقد أيوة. من ملك المغرب, بعد الوفاة. اسمحي لي إن أنا أقراها. يعني هو بيقول وبعد فقد علمنا ببالغ الأسى وعميق التأثر بالنبأ المحزن لوفاة الفنانة المصرية الكبيرة فاتن حمامة, تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته. وبهذه المناسبة الأليمة نعرب لكم ولكافة أهلكم وذويكم ومن خلالكم لجميع عشاق ومحبي الراحلة على امتداد الوطن العربي عن أحر عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدان أحد رموز السينما المصرية التي لبت داعي ربها تاركة وراءها مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع استحقت معها عن جدارة لقب سيدة الشاشة العربية. إن وفاة الفقيدة العزيزة لا تعد فقط خسارة لأهلها وبلدها فحسب, بل لكافة الوطن العربي. فبرحيلها فقدت السينما العربية أحد أعمدتها البارزة التي أثرت خزانتها بأعمال فنية خالدة ستظل عالقة في أذهان وقلوب عشاق الفن السابع. يعني الحقيقة أنه يعني ومضيها بنفسه يعني محمد السادس. أكيد أنتوا يعني جالكوا تعازي من العالم العربي كله. أيوة الحمد لله. أيوة هي كانت محبوبة قوي.